الاهلي الى دور الثمانيه في كاس مصر، بس لسه كتير على الاداء والاقناع. النهارده الاهلي كسب المقصه بشق الانفس بهدف وحيد في الدقيقه 94. عاده اي مشجع بيفرح باهداف الفوز في التوقيت ده، جميل الاهلي تحديدا واخد على الاهداف دي، بس الحقيقه لو سالت اي مشجع مبسوط ولا لا غالبا هيقول لك لا. في تراجع كبير على المستوى الجماعي والفردي لمعظم اللاعبين بما فيهم الشباب، ويفضل السؤال المتكرر، امتى نقدر نحكم على ريكاردو سواريز؟